نادر سليمان صقر الرشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في 11 من شهر يونيو لعام 1940 ميلادية. تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته قبل أن يستقر في الكويت. كان عصامي التعليم، تخرج من جامعة الكويت في عام 1973، تخصص في علوم سياسية. عمل أيضا موظفا بدائرة المعارف بالكويت، ثم مراقب النشاط الفني بوزارة التربية، كما عمل مذيعا في إذاعة الكويت، وساهم في تقديم البرامج الأدبية في تلفزيون الكويت. بدأت اهتماماته المسرحية في عام 1958، ثم انتسب إلى المسرح مسرح الخليج العربي، وزاول بعض الأعمال الإدارية، فكان عضو مجلس إدارة لأكثر من دورة، مشرف فني، وعضو اللجنة الثقافية، عضو اللجنة الفنية، ورئيس اللجنة الثقافية. في 15 من شهر يونيو لعام 1963 رفع الستار عن أول عمل إخراجي له، وكانت المسرحية القصيرة بسافر بس في الفترة من 1 حتى 4 من شهر يونيو من عام 1963. قدم من خلال مسرح الخليج مسرحية الخطأ والفضيحة في 25 من شهر ديسمبر لعام 1963، كانت البداية الحقيقية للمسرح، حيث قدم مسرح الخليج من تأليفه وإخراجه مسرحية الأسرة الضائعة، وتلتها مسرحية الرابعة أنا والأيام، وهي من تأليفه وإخراجه أيضا. وفي الموسم الثاني أخرج للمسرح مسرحية الجوع من تأليف عبد العزيز السريع، وفي نفس الموسم ألف وأخرج للمسرح المخلب الكبير ثم الطين. شارك أيضا في التمثيل بمسرحيتي المخلب الكبير والطين، ومثل أيضا في مسرحية صفقة مع الشيطان. وفي الموسم الثالث في الفترة ما بين عام 1965 و1966 أخرج مسرحية عند شهادة، وفي نفس الموسم ألف وأخرج مسرحية الحاجز التي قدمها المسرح بعد عرضها في الكويت في كل من بغداد والقاهرة. ابتعد عن المسرح في الموسم الرابع 66 و67، وفي الموسم الخامس 67 و68 أعد للمسرح بيت الدمية كشريك، وقام بإخراجها منصور المنصور تحت عنوان المرأة لعبة البيت. وفي الموسم السادس لعام 1969 أخرج للمسرح لمن القرار الأخير. أما في الموسم السابع في الفترة ما بين 69 و1970 أخرج بخور جاسم. في نفس الموسم شارك في تمثيل فلوس ونفوس، وفي الموسم الثامن في الفترة ما بين عام 1970 إلى 1971 أعد للمسرح الغربان، وكانت من إخراج منصور المنصور تحت عنوان رجال وبنات. في نفس الموسم أعد مسرحية ذكر قيصر لجوردن دافيوت، وأخرج الجرة لبرنارد لوروا. وفي الموسم التاسع ما بين 1971 إلى 1972 قام بإخراج الدرجة الرابعة. أما بالنسبة لنفس الموسم أخرج للمسرح 1 2 3 4 المسرحية التي شارك فيها بالكتابة مع زميله عبد العزيز السريع، وقد شارك فيها بالتمثيل أيضا. في الموسم العاشر 72-73 أخرج للمسرح ضاع الديج، وفي نفس الموسم أخرج شياطين ليلة الجمعة. وفي الموسم الحادي عشر 73-74 أخرج بحمدون المحطة، وهي ثالث وآخر عمل كتبه للمسرح مع زميله عبد العزيز السريع. وفي إبريل من عام 1975 أخرج للفرقة الأهلية، وهي مكونة من مجموعة عناصر من المسارح الأهلية الأربعة، مسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قفة، ومن تأليف ألفريد فرج. وعرضت المسرحية في القاهرة وتونس والمغرب ودمشق، بالإضافة للكويت في عام 1975. في هذا العام أخرج لمسرح الخليج حفلة على الخازوق،
وفي فبراير ومارس من عام 1976 أخرج للمسرح ثلاثية باسم الواوي، وهي مسرحيات من فصل واحد.